قهوة سريعة الذوبان. ليه هاي الشبه؟ هاي عشان تعطينا حمار وكمان لل للزفر يعني بتقتله على الآخر. غير شكل. أيوة. فهلأ أسهل إشي هي المربعات البوف بيستري. رح أجيب أول إشي واحدة رح أحطها بهذا الشكل. هلأ رح أشكلها أنا، رح أقسمها مربع، بدي أقسمها مثل هذا الشكل. ألف الصينية. روعة. يا سلام. هلا رح اعمل هيك هذا الشكل، يعني قسمنا مربع وخلينا زاويتين قبال بعض انهم يكونوا مسكرين شوي. ايوه. وزاويتين ثانيين يكونوا لا مفتوحين. هلا اول شيء بجيب بيضه. ايوه. اشلح الكفوف. اها. دائما بعد البيض بنبدل الكفوف. رح احط شوية فانيلا. هلا بحب احط فانيلا بودرة، بتحسيها يعني السائلة منيحة بس البودرة بتحسيها بتعطي شوي بتكسر الزفارة اكثر. انا بحب ورشة من قهوة سريعة الذوبان. ليه هاي الشبه؟ هاي عشان تعطينا حمار وكمان للزفر يعني بتقتله على الاخر. غير شكل. ايوه. هلا خليني بس اجيب شوكة بس اخلطهم مع بعض. هلا هيك يعني ذوبها اكثر شوي، بعدين ببلش ادهن الاطراف اللي هون مثل هيك. بعدين رح احطها بالفرن. هلا ما بتاخذ كثير وقت بالفرن، حسب الفرن طبعا، والحراره لازم تكون على درجه من بين ال 190 لل 200 ويكون هو حامي قبل ما انتم تدخلوها. تتركوها تقريبا من ربع ساعة لثلث ساعة. طيب هلا أول إشي رح أحط الحليب، كاستين ونص من الحليب السائل. وبعدين رح أحط ثلاث معالق كبار من السكر، ورح أحط معلقتين كبار من الطحين. هلا كله على البارد، ليش؟ عشان ما بدي أحميه ورح يصير يفروت معنا. فأنا هلا كلياته بحركه على البارد، بعدين برفعه على النار. حطيت النشا والفانيلا وبيضة أكيد. أيوة. هلأ هيك صار جاهز عنا. هلأ بس بدي أجيب الويسك أحرك. أوكي، يعني نحن هدول هيك، هذه الكريمة اللي بدك تحشي فيها هي هي بس بس بترفعيها. أيوة هي على النار. هلأ رح أرفعها على النار لما تصير قوام المهلبية بنقيمها مو؟ خلص اوكي. هو معنا مش راضي يشتغل هلا. هلا هو مش راضي يشتغل. لا مش راضي، مش عارفه انا لانه في عليه زيت وهيك مش راضي. دونت وري. اوكي مش مشكلة. معناش وقت كثير. خلينا نحط هذا هون عشان يعني نحن نعتبر حالنا انه هو بس مثل هاي الطريقه، بنطبقها على البارد، بنحركها كلياتها. أيوة. مع بعض، بعدين بنرفعها على النار ولحتى ما تغلي. اخر شيء بنضيف زبده وبرش ليمون حبه كامله. ممتاز، بيعطينا هيك نكهه زاكيه، والزبده هيك بتعطيها ملمس حلو كمان. طب احنا معنا دقيقتين يا دوب نحشي، معلش هلا يا دوب. اوكي هلا نحن طلعنا هدول المفروض من الفرن، هلا بدنا نحط عليهم الكريمه. هلا رح اجيب المقص. انا محضره هاي الكريمه نفسها، بعد ما تخلصوا بتحطوها ببايركس وبتحطوا عليها نايلون اول ما يطلع منها شوي البخار علشان ما تتكون عندي طبقة. هلأ بعد ما بردت أنا شو عملت؟ حطيتها بكيس، بس رح أقصه، وهي تزيينها كتير سهل، ما بياخد وقت وأكلة سريعة، وبهذا الوقت الواحد بحب إنه يأكل أشياء باردة. بس رح هيك بس بأصبعي رح أعمل هيك أنزل اللي بالنص. ممكن أنكم تخزقوها أنتوا بالشوكة وتحطوها بالفرن عشان من النص ما كتير ينفخ عنا. تمام. يعني بهذا الشكل، واهم شيء البرش الليمون عندنا اياه، برش ليمونه خضراء او صفراء. ما برش الليمون وين بتبرشيه؟ على الكريم الباتيسير اللي هاي انا عملتها. هاي اللي عملتيها. اخر شيء بس نضيف بس نضيف الزبده والليمون. برش ليمون. اوكي برش ليمون كامل. ممتاز. هلا الطبقه الثانيه شو رح تكون؟ هلا بريز، يعني زي ستروبري شو ما بتحبوا تحطوا انتم، فواكه ممكن تحطوا. هلا رح احط هاي.
انتم بتزينوها باي طريقه يعني انتم بدكم اياها، كثير سهله يعني حتى لو شوينا مجموعه من الباف باف بيستري وبعدين ممكن تشكليها زيناهم باي وقت بيجي عندنا ناس. ايوه هو هيك حبيت هالفكره. باف بيستري بالفراوله، باكيت باف بيستري 10 قطع، بيضه واحده، فانيلا، رشه قهوه سريعه الذوبان، والكريم باتيير 2 كوب ونص حليب سائل وواحده بيضه، واثنين ملعقه كبيره طحين، وواحده ملعقه كبيره نشا، وواحده معلقه كبيره فانيلا، وملعقه كبيره زبده، وبرش حبه ليمونه كامله، وللتزيين فراوله برش ليمون وسكر بودره، واي فواكه انتم ممكن تحبوا تحطوا عليها كمان.